ومعنا عبر الهاتف سعادة عبد الرحمن الشوارب رئيس مجلس إدارة نادي النصر. سعادتك أحسن الله عزانا وعزاكم في هذا المصاب الجلل، ماذا تقول اليوم في وداع المغفور له الشيخ حمدان بن راشد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، البقاء والدوام لله. طبعا أتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، والشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، والشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، والشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، وعموم آل مكتوم الكرام، وإلى دولة الإمارات حكومة وشعبا في وفاة فخيدنا الغالي الشيخ حمدان بن راشد طيب الله ثراه وجعل الله مثواه الجنة. طبعا رحيل المغفور له سمو الشيخ حمدان بن راشد أحزننا جميعا، أحزن جميع الشاق ومحبي ليس فقط في دبي أو نادي النصر ولكن دولة الإمارات والعالم. سموه كان صاحب قلب كبير، رحيله أفجع الجميع. رحيل المغفور له سيترك فراغ كبير من الصعب تعويضه. رحمة الله عليه كان سند وأب وقائد وموجه وناصح لكل شخص يوصل له، وإن ذكراه ستبقى خالدة. نعم. لنستلهم منه الدروس والعبر لأعداء شأن الوطن ونشر أسباب الخير. لا شك في ونسأل ذلك، ونسأل الله أن يجعل البركة والخير في أنجاله الكرام يا رب بإذن الله. سعادتك، يعني يذكر التاريخ الرياضي أن الراحل هو أقدم رئيس نادي في العالم، حيث ترأس المغفور له الشيخ حمدان نادي النصر منذ تأسيسه عام 1960. كيف أسهم رحمه الله في نهضة الرياضة الإماراتية وربما العربية والعالمية؟ رحيل سمو الشيخ حمدان بن راشد رحمة الله عليه ألقى بظلاله على قطاع الرياضة بشكل كبير، حيث كان سموه رمز من رموز الرياضة الإماراتية والعربية ومصدر إلهام لكل محبيه. وكان الشيخ حمدان بن راشد رحمة الله عليه شاهد وداعم ومؤسس لقطاع الرياضة في دولتنا الحبيبة، ومساهم في تطورها من خلال رئاسته لنادي النصر الذي أوصانا رحمة الله عليه في آخر زيارة عام 2020 أن العمل بالجهد وإخلاص وأن نحافظ على اسم النصر الملقب بعميد الأندية الإماراتية دائما، أن النصر في القمة. رحمة الله عليه كان له دور كبير في نشر العديد من الرياضات بالإمارات وإحياء وتطوير الرياضات البحرية في الدولة بصفة عامة والسباقات المحلية التراثية والتقليدية، وقدم دعم كثير للكثير من الأندية والنجوم والأبطال على مستوى الدولة والعالم. نعم. وسيظل يذكر التاريخ الرياضي أن الراحل رحمة الله عليه هو أقدم رئيس نادي في العالم، حيث ترأس نادي النصر مثل ما تفضلت منذ عام 1960 وحتى الآن رحمة الله عليه، والأب الروحي لجميع النصراوية والأب الروحي للرياضة الإماراتية بشكل عام ودبي على وجه التحديد، فهو أحد أهم ملاك اسطبلات الخيول العربية الأصيلة وصاحب المبادرات المهمة في سباقات الخيول العربية الأصيلة وفي أوروبا والعالم لإحياء هذا التراث الأصيل. رحمة الله عليه أعطى توجيهات لبداية دبي لإنشاء المقر الجديد لاتحاد الكرة في دبي مثلاً في الخوانيج. رحمة الله عليه له سامات كثيرة في مجال الرياضة. نعم. سعادتك اليوم خلال لقائنا مع نعم ما أنسى بس أن المغفور له كان يدعم اللاعبين الذين يتعرضون للإصابات. يعني نحن نذكر يوم توفى اللاعب سالم سعد رحمة الله عليه بسكتة قلبية، آمر بالشراء عدد من أجهزة تنظيم ضربات القلب للأندية مش بس لنادي النصر. نعم. نعم.
يعني اليوم سعادتك خلال لقائنا مع معالي مطر الطائر تحدث عن حب المغفور له الشيخ حمدان بن راشد للناموس أو الفوز من خلال قربك معه في المجال الرياضي. لو نستذكر معك هذه الصفة بالتحديد، حب المغفور له الشيخ حمدان لمسألة أن يفوز الفريق الذي هو يتبناه أو يشجعه. دائما رحمة الله عليه كان يحثنا دائما، يقول أنا أبغيكم تبذلون كل جهد على أساس أن نادي النصر دائما نادي النصر في المقدمة، بما أن نادي النصر عمود وعميد الأندية يجب أن نادي النصر دائما في المقدمة. رحمة الله عليه كان يحب الناموس ودائما يحثنا أن نبذل المجهود على أساس أن الفريق يكون في المقدمة، وكان يفرح فوز مثلا آخر فوز كأس الخليج العربي رحمة الله عليه كان فرحان ومستانس، وهذا اللي يعني دائما نحن نبذل كل مجهود على أساس أن نادي النصر في المقدمة، لأن رحمة الله عليه كان دائما يحب الناموس. نعم، ولكن سعادتك أيضا من جانب آخر كان يهتم بالفرد والشاب الإماراتي، لذلك ربما كانت توجيهاته بتأسيس مدرسة لكرة القدم أو حتى له إسهامات واهتمام بما يتعلق بالاستدامة المالية لنادي النصر. لو تحدثنا أكثر عن اهتمامه بالأمور الإدارية والرياضية داخل النادي. رحمة الله عليه دائما كان يوصينا بالاهتمام بجميع الألعاب مش فقط كرة القدم، يعني بما أني أنا كنت سابقا في الألعاب واليوم في كرة القدم، دائما كان يحس ويهتم بجميع الألعاب. دائما لازم نحن نطور من هذه الألعاب، وكان داعم كبير للنادي من جميع النواحي، سواء من الناحية المادية ولا المعنوية، دائما كنا نستلهم منه ونسترشد منه بأفكاره وهذه، وأنه نعمل في النادي. كان تركيزه على الأكاديميات، على المدارس، مش بس الفريق الأول، فدائما اهتمامه لجميع الألعاب الرياضية في نادي النصر. دائما كان يهتم حتى بالموظفين اللي موجودين في النادي. نعم، في أمور كثيرة يعني الناس ما يعلموا بها شو يسوي الشيخ، كان يسوي الشيخ حمدان بن راشد رحمة الله عليه للموظفين اللي موجودين في النادي حتى أيام الجائحة هذه رحمة الله عليه، يعني ما قصر على الموظفين اللي موجودين في نادي النصر واللاعبين وكل اللي ينتمون لنادي النصر. نعم سعادة عبد الرحمن، يعني إضافة إلى كل ما تحدثنا عنه، نريد أن نتطرق إلى صفات وسمات الراحل الكبير في تعامله مع الناس، في تعامله وتعاطيه مع وسائل الإعلام، في استقباله لضيوفه في مجلسه العامر. نريد أن يعني نتحدث عن ما لم ينقله الإعلام بشكل حقيقي. رحمة الله عليه الشيخ حمدان بن راشد كان مع الجميع، كان دائما وأبدا مهتم بكل شخص، كان رحيم رحمة الله عليه، يعني ما عمره قال لنا كلمة تزال، حتى يوم كان يوجهنا في بعض الملاحظات ما كان يامر رحمة الله عليه، كان يقول أنا عندي فكر معين، شو رأيكم أنتوا، أنتوا أدرى أنتوا في هذا المجال، أنتوا المسؤولين عن هذا الشيء. دائما كان يتعامل ويا الأشخاص بمبدأ الأب الكبير، الأخ، يعني ما عمره كان يامر بشيء ويقول سووا، لا، كان دائما يعطينا على شكل أفكار ويقول أنتوا أصحاب الشأن في شركة الكرة مثلا، أنتوا المسؤولين عن هذا، شوفوا شو اللي يناسبكم. نعم رحمه الله. نعم. سعادتك ربما إضافة إلى رياضة كرة القدم واهتمامه بالخيول، ولكن أيضا كان مهتم بالرياضات البحرية وربما سباق القفالة على وجه التحديد. إلى أي مدى كان متعلق قلبه بالرياضات ومسألة التنافس والاهتمام أيضا بالموروث الشعبي؟ رحمة الله عليه، أنا يعني هو كان
عند الإنجازات التاريخية ومؤسس شادول كما رأى سلسلة من السباقات المرموقة اللي صارت أبرز السباقات في تلك البلدان، وهذا ما دعا الاتحاد الدولي مثلا سباق الخيل إلى تتويج الفقيد بجائزة أفضل مالك ومربي للخيول رحمة الله عليه، وفي نفس الوقت كان يهتم في سباق القفال. ليس سباق، كان يحمل في طياته الكثير من المعاني التي جسد ارتباط أهل الإمارات بالموروث الحضاري، وجعل التظاهر تتحول إلى كرنفال عرس تراثي أصيل يجمع ما يزيد أكثر عن يمكن 5000 شخص في عرض مياه الخليج لإحياء هذه الملحمة التاريخية. نعم. كان يسمى رحمة الله عليه حتى يعني في مقابلاته دائما في القفال كان يلتقي برجال الصحافة والإعلام، يتكلم ويتناول خلالها كل القضايا الرياضية، وكان يبدي برأيه في كل شيء رحمة الله عليه، وكنا نستنير دائما، كنا ننتظر هذه المقابلة بس عشان أننا نستنير منها رحمة الله عليه في الملاحظات والأفكار اللي كان يطرحها في هذه المقابلة. وكان يتبنى نهج المصارحة والمكاشفة ووضع اليد على الجرح. نعم صحيح. نعم. هذا كان رحمة الله عليه. نعم رحمه الله. سعادة عبد الرحمن أبو الشوارب رئيس مجلس إدارة نادي النصر، شكرا جزيلا لك على هذا الحديث الطيب، شكرا لك.